عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في قناة أم البنات. اليوم غنشارك معكم كيكة طبقات بنكهة ديال الكراميل. في المقادير ديالها غنحتاجو جوج ديال البيضات، صاشية ديال الكاكاو، صاشية ديال الفاني، خمارة حمراء، غنحتاجو الحليب والدقيق والسكر والزيت. غناخدو واحد البولة غنوضعو فيها جوج ديال البيضات، نضيف عليها صاشية ديال الفاني ونعبروا الكل بالملعقة، وما نساوش نضيفوا قبيسة ديال الملح. نخلطوا البيض ديالنا مع الفاني، نضيفو 7 معالق من السكر. في هذا الكيك ديالنا البنات نضيفو 7 معالق من السكر، بنفس الملعقة نضيفو 7 معالق من الزيت، 7 معالق من الحليب، و 7 معالق ديال الدقيق. يعني نحتاجو نفس الملعقة نقيسو بها العبارات كاملة. بعد ما كنضيف السكر نطربو مع البيض جيدا، سيدخل السكر والبيض مع بعضه ويتجانس مزيان. من بعد نضيف 7 معالق ديال الزيت، وندخلوا ديك الزيت في الخليط ديالنا. انا استعملت هنايا غير الخلاط اليدوي، يمكن لكم هاد المقادير كاملين توضعوهم في الخلاط الكهربائي وتطحنوهم عاد باش تضيفوا عليهم الدقيق والخميره والكاكاو، اولا تخلطوهم بالخلاط الكهربائي، يعني نفس النتيجه. من بعد نضيفوا 7 معالق ديال الحليب، نزيدو 7 معالق ديال الدقيق اللي نكونو غربناه من قبل، الأفضل نغربلوه 2 مرات عاد باش نضيفوه. اخيرا ملعقة كبيرة ديال الكاكاو ليكون نوعية جيدة. انا هنا استعملت الكاكاو ديال الساشي ديال ايديال، ندخلو في الخليط ديالنا. من بعد غناخد واحد الطاوة اللي كتدخل الفران، الشكل اللي بغيتو، يمكن تعملوها مستطيلة اولا دائرية. انا كنت كنتوفر على
صافي وغندخلوه الفران. البنات ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يصلكم ان شاء الله كل جديد. والان غنمروا للطبقة الثانية اللي غنحتاجوا فيها 16 حبة من الكيكس، واحدة نون طبيعي، وحفلون بنكهة الكراميل، ملعقة صغيرة ديال النسكافيه، نصف لتر ديال الحليب غنوضعوه في كاسرونة. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time. من بعد غنفرغو فوق الكيك ديالي. غنفركر الكيك ديالي جانبا يبرد، من بعد غندخلوه للثلاجة. واحد الفلان ديال الشوكولا، كأس ديال الماء، وملعقة كبيرة ديال السكر. غناخدو الكاسرونة نوضعو فيها كأس ديال الماء، نضيف عليها فلان ديال الشوكولا، ملعقة ديال السكر، من بعد ما نحركو جيدا باش يدوب معنا ديك الفلان مع السكر، ونفرغه فوق الطبقة الثانية. تقدروا تخليوه يبرد شوية عاد باش تفرغوه. انا هنايا فرغته باقي سخون، الاحسن تركوه يبرد شوية عاد نفرغه فوق الطبقة الثانية.
بعد كندخلوها للثلاجة حتى كتبرد، كنقدموها على هذا الشكل. كنزينوها عادية، انا وضعت هنايا غير سيجار، تقدروا تزينوها باللوز إيفيلي او تتركوها هيداك، يعني على حسب الرغبة ديالكم. نقطع معكم هنايا منها باش تشوفوها كيفاش كتجي. صراحة كتجي لذيدة، غير شنو تركوها تبرد على الاقل 6 ساعات. انا هنايا يعني زربت عليها، ما تركتهاش تبرد بزاف، بقى ما شبرتش راسها مزيان. من الاحسن شحال ما بردت شحال ما كتجي متماسكه وكتجي لذيذه بزاف. يعني ننصحكم البنات تجربوها، والمقادير اللي ماشي صعيبه، يعني مقادير الاقتصاديه. يعني نستعملوها من الكوتي ديالنا مع كاس ديال العصير في هذا الصهد. احسن حاجه هي الحاجه تكون بارده نتناولوها. شتا البنات كيفاش كتجي؟ كتجي عباره عن 3 طبقات، طبقه ديال الكيك، وطبقه ديال الفلون ديالنا اللي بالكراميل، وطبقه ديال الفلون ديال الشوكولا. صراحه في المذاق جات لذيذه. انا ما سخيتش نكمل التوصيل كامل، كندوق عليا وعليكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومع السلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في قناه ام البنات، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.